شو عم تعملي هون؟ قلت للسكرتير انك مشغول شوي تحت، قلت بنطرك هون بعمل لك سربريز. على فكرة حلوين الصور. كنت ناسيهم بالجرور فحطيتهم على المكتب تا ابعت لي اياهم مع الولاد. نمشي؟ يلا. كيفه بوب؟ بعده رافض فكرة انه يستقبل حدا؟ ابدا، لا بده يشوف حدا ولا بده يسمع حدا، كرماله ببعد عن العالم بيختص بالوحدة. انا برأيي صار لازم يشوف بسيكياتر. اللي هو بيقبل؟ هو على دفن بنت خالته ما كان يقبل يروح، صاير مجنون رسمي. دخلك عرفت انه نديم ونانا جايين على عيد الميلاد؟ لا والله ما معي خبر. اصلا كنت رح تعرف لانه غاده بتعمل كل سنه عشاء كبير على عيد الميلاد واكيد كنت رح تكون معزوم يعني. طيب يلا بالاذن بشوفك. باي. نطلع نتعشى فوق، برجع تاني نهار بنعمل سكي وبنتغدى وبنرجع بننزل. انجريد وجو طالعين وهبه وادم. لا مش هقدر. هبقى مشغول. مشغول؟ بشو؟ خالتي طالعه عزا ولازم اروح اوديها. روحها قبل الظهر بليز. جود مش هينفع، خليها مره تانية. كل مره بتنزل لنا مشروع. ما هو انت بيعملي مشاريع مناسبه ليا وانا ما انزعلكيش. شو المشروع المناسب لإلك؟ نروح ناكل بيتزا ونرجع على البيت؟ انت ليه مصره تحرجيني بالمواضيع دي؟ تعرفك ويك اند زي دي هتكلفنا قد ايه؟ في وسط ما انا بلم مصاري عشان ادفع الام بي اي واللي بيتبقى يا دوب بيكفيني بنزين وقسط العربيه. مش مشكله، انا بعزمك. هاتي مفتاح العربيه. ليه؟ هاتي مفتاح العربيه يا جود. تفضل. شو بيك؟ شو صار لك هلا؟ جود اركبي اركبي. شو بيك هلا جنيت فيه؟ عارف شو فيها اذا دفعت عنك؟ اتكلمنا في الموضوع ده كم مره؟ ما حدا رح يعرف، انت بتدفع. مش هحكي تاني في نفس الكلام، قلت لك انا مش قد مشاريعك دي، عايزه تعمليها اعمليها لوحدك وخليني براها، مش لازم اجي معاكي. حاضر. سوري بس قالت لي جنين انه في يفوت دغري. انا قلت لها تفوتك دغري، رحت على مكتبك ثلاث مرات تقلقتك بين العمليه والعمليه ما نجحت. اقعد. خير؟ عمول حسابك انه عشا نوال عندي. سوري غاده ما فيي. حجزني خيي من جمعه، جاي بنته من السفر اللي زمان ما شفتها. وتاني يوم سافر. لوين؟ رايح على كروز مع اصحاب لالي سويسريه. ومطرح ما بنوصل من عيد نيو ييرز ايف
نانا ونديم جايين يعيدوا هون، كانوا بحبوا يشوفوك، بس أكيد الموضوع ما بهمك. بالعكس غدا، بيهمني كتير الموضوع، بس مرتبط من قبل. بعد بدك شيء؟ سلامتك. ايه بعد بدي شيء. خير شوفي؟ بديك تكون أول شخص بيعرف بهالموضوع، بس بليز خليه سر بالوقت الحاضر تكن جسيت نبض الباقيين. شو؟ أنا رح أتجوز. ما رح تحذر مين؟ أنا ما رح أحذر؟ أكيد عادل. كيف عرفت؟ لأنه بتكونوا مجنين إذا ما بتتجوزوا. رح تكونوا أنجح كابل على الكرة الأرضية. كنت دايما أقول يا عمي هاتنين لما نكون سوا. مبروك. شو طالعين معنا هالويك اند على فقرة؟ وسام طالع مع بيو على الجبل عندهم عزا. طب تعي لوحدك. معقولة؟ بحس انه وسام ما بيحب صحبتنا. لا بس وسام ما معه مصاري، ما في يجع كل ظهراتنا. انت مضطرة تظهري مع شاب ما يقدر يكون على مستوى اسلوب حياتك؟ ايه لاني بحبه. دخلك بعدك ما زهقتي منه؟ بضل ساكت ومكشر وما بينسجم معنا بحديثنا ولا بمشاريعنا. بضل بدك تترجيه تيشرب كيس تيقوم يرقص، بضل بده يسرب على البيت بكير نعسان وتعبان. كنا مستغربين انك كيف بعدك معه. كنا مفكرينك رح تتركيه وتزهقي بعد شهر. ما رح ازهق منه، انا بحبه. كأنه اول واحد. مشي مشي بلا كتر تحكي. خي شو حلوة المفاجأة. كنت هون بالمنطقة قلت بيجي بطل بطل عليكم. يا أهلا وسهلا. مش بس جاية بلا موعد، عازم حاله على الغدا كمان. يا أهلين. لحظة، مش بس عازم حاله على الغدا، عازمني أنا كمان. بيمون، مع أنه أنت ما بدك عزيمة على الغدا. بعرف عم بتغنش. أمل بدي أسألك سؤال بشرفك. أنا وغدا مش لاقين على بعض؟ بلو. أنا أرمل وهي أرملة، ليش ما نكمل العمر سوا؟ عادل بليز بلا مزح. بشرفك مش خرجنا نتجوز؟ بلو. يا ريت إنه إيه؟ من زمان في انسجام مش طبيعي بيناتكم، بس دوماج مغرومة بدكتور زاهي. مزبوط هالحكي؟ فيكن تبطلوا تستلموني أنت وياها؟ أنا عم بحكي جد، ولفترة عم فكر بهذا الموضوع. أمل، مين برأيك بيلبق لغادة أكتر؟ أنا ولا بروفيسور زاهي؟ شو هالسؤال هيدا؟ أكيد أنت، بس هيدا الشيء هي بتقرره. أنا رح أقوم إلا لميمة تحضرنا الأكل، بالإذن. مستر أنت غدا؟ لا ناطر المدام. بس صارت تنتين وتصير عشرة. أنت لازم تاكل دواء. بيتي روحي من وجهي. بعد في أنت مش عاملة معلمة علي. بس اتغدى باخد الدواء. يلا. بركي تأكرت مدام بالشغل. لا ما رح تتأخر، هي قالت لي إنه جاي. بيتي روحي من وجهي. أوكي مستر أوكي. بعد كده من فضلك يبي خبطي على الباب وانت داخله عشان ممكن يكون عندي ضيف.
عاساس مكتبك مش مكشوف. ايه اخبار الجامعة؟ نيحة. قررت اطلع هالويكند على فقرة. تمام. انجوي. ميرسي. اتغديت؟ انا طالع اتغدى. طيب هالغدا رح بج قد ما اكلت. صحتين. بتعرفي انا حسيته جدي. يمكن انت ولا مره فتح لك الموضوع من قبل. بس فاجأني. وانا فاجأتني ردة فعلك. يا ريت. انه ايه ليش لا؟ فكرتك رح تزعلي عناي. بالنهاية عادل ما رح يضل عايش على ذكرناي. بحاجة لمرة تهتم فيه، خاصة هلأ صحته منها كتير منيحة وأم تربي له ولاده. هو شاب كتير منيح ومرتب وشخصية، ما في حدا أكتر منك مناسب لإله. بس شو بقى نعمل؟ مضروب على قلبك مغرومة بزاهي. أنا وزاهي ولا مرة كنا مع بعض. شو هالحكي؟ شو كنتوا عم تعملوا بباريس مع بعض؟ يي؟ على أساس مغرومة وجهك هيك عم يبرق، بطلت تحبيه؟ ولا مرة حبيته. يي؟ وشو معناتها هيدي؟ بحب وقت حالي أكتر من شو؟ أكتر من حالي. أكتر من حياتي. من حياتي. ومن حالي كمان. يا الله. ما فهمت هلا كنت عم كذب علي؟ لا، بس ما كنت عم بحكي عن زاهي. حلو. عميك انت عم تحكي؟ هيك بتخبي علي؟ خفت تشكي او تفكري انه كان في علاقه بيناتنا لما كانت ناي عايشه، وهذا الشيء مش حقيقه. اوكي. زعلت مني؟ زعلت عليكي وعليه وعلى ناي. لو ما هالغصة اللي مرافقتني عصاره كنت هلا عم عيش احلى ايام حياتي. شو بدي اقول لك؟ مبروك والله يوفقكم. بس هتلاقيني اهم ردة فعل الاولاد. اليوم رح خبر اول شي جود. برافو. انا بحس هي اكثر وحده رح تتفهمك. إن شاء الله. شو في باب؟ ليه ما بدك تتغدى؟ وليه معصب؟ ليه عم بتعيط على البنت؟ شو خاصة هي عم تخدمك كل النهار؟ وعطيني انك تجي على غدا وما جيتي. انا عارف انك ليش تتزهقي مني وبدك تتركيني. بس إذا تركتيني أنا حقتلك وحقتل حالي، لأنه أنت دمرتيني ووصلتيني لهون. هلأ صار بدك تتركيني. أنا بعرف. Thank you.
أكيد ما رح أتركك. بلا زهقتي مني وبدك تتركيني. أنا زهقت منك. أنا بدي أتركك. أنا عملت كل هالشي لأنه ما في عيش بليك. بليز أبل ما تتركيني. ما فيني عيش بليك. ولا أنا في عيش بليك. بليز روح حياتي. ما بتركي. عم تعذبني. تصور دغري قالت لي إذا عمه عادل لا ما عندي مشكلة. لا 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 ما اعترضت ولا قالت شيء. قلت لها ما عندك مشكلة اتجوز؟ قالت لي لا إذا عمه عادل لا. حبيبة قلبي هيدي حصتي. إن شاء الله نديم ونانا يكون عندهم زيت الرأي. لحد هلا أثبتت لك تجربتين إنه خوفي كله وهم. هي أمل وافقت بدون أي اعتراض. ما قلتي لي شو هتلبسي؟ تركت لك إياها سيربريز. بتعرفي مبسوط كتير إنه إحنا الاثنين معزومين على نفس العشاء. عادل أوعى تكون محضر لي سيربريز على العشاء. إذا مع أمل وكنت غبيت. عن جد بترك العشاء وبفل. حبيبتي أنا تدخلت بموضوع أمل لأنه بعرف إنه أمل بالذات تابو بالنسبة لك. ما جبنا سيرة مجد وريبال بكل هالموضوع. ما تعتلي هم حبيبتي. أنا رح أحكيهم هالويكند. أولك رح يتقبلوا زواجنا؟ حبيبتي ما تعتلي هم شيء. أنا عندي إحساس بإنه الأمور حتكون كتير منيحة. هن بيحبوكي وبيحترموكي وأنت بتعرفي هذا الشيء كتير منيح. بحبك وأنا بحبك. بشوفك بعد شي نص ساعة. يلا باي باي. فزرت. يلا حبيبي كون انت. انا نعست وما بقى فيه. بعمل لك شي حبيبي قبل ما نام؟ ميرسي يا خالتي. يا بونوي. بونوي يا حبيبي. خمسة أيام واصلين نديم ونانا.
الحال. الظرف مناسبنا لعلاقتنا، وإذا بدك منستغل فرصة الأعياد ونروح منقضي رأس السنة بباريس ومناخد معنا الأولاد وطرينا منتجوز بكير. ليه حياتي بكير؟ لأنه بينصدموا. مين اللي راح ينصدم؟ ولادي، ولادك، أمل، والأصحاب. أنا خلص تعبت، ما عاد إلا طعمي هالنطرة. بدي أعيش معك هذا، حاجة نلتقى بالسر وكأنه عم نعمل شي غلط. بدي أعيش معك حياة طبيعية، بل بيت واحد تحت سقف واحد، نسهر نظهر مع بعض، نتروق نتغدى، يجوا لعنا أصحابنا، حياة طبيعية مثلي مثل أي حدا. خلني هندس النبض بالأول، أنا أكتر شي خايفة من أمل لأنه كان شاكي فينا من الأول. بتعرف قديش بتحبها لناي؟ غادة، ناي صار لها سنة ونص، بعدين أنا ما عاد يهمني حكي الناس، عن جد ما عاد يهمني. يا أهلا يا أهلا بالمغتربين، نور لبنان بوجودكم. مرسي. أهلا فيك. قالت لي ميما عندكم هون. ليه؟ يا دلي أنا ليه؟ صايرة قد الدب وليه؟ فشرت، أنا جسمي مثل التوب مودلز. هاي أختي اشتقت لك. أنا كمان. إيه، كيف كانت هالسفرة؟ منيحة. شو؟ كيف جرى ما سألتين على الكادو؟ شفت شو صايرة ناضجه؟ هذا تأثير وسام. ما زي ذكرتني، شو جايب لي كادو؟ اوعى تفكري تسأليني عنا أو تعرفي شو عنا قبل نوال. أوكي، ما في مشكلة. كيف وصلتوا سوا؟ مرقت نانا يومين لعندي قبل ما نجي. شو في أخبار جديدة؟ غير إنه المامي رح تتجوز؟ ماشي. شو؟ تتجوزي؟ بروفيسور زاهي؟ لا، عمو عادل. أصلاً أنا كنت زعلت لو كان حدا تاني. عمو عادل؟ ليه تفاجأت؟ أنت ليه تفاجأت؟ أنا ما تفاجأت، بالعكس تحمست. كنت فاجأت لو ما كان عمو عادل. مبروك ماما. مبروك ماما. مرسي حبيبي. بس ما قلتوا لي رأيكم بصراحة. ما بحق لنا يكون عنا رأي، هيدي حياتك. بس ما زال بدك الصراحة، أنا ما كنت بشوفك مع رجال غير عمو عادل. أنا بصراحة ما بشوفك مع ولا رجال، حتى لو كان عمو عادل. بالنهاية أنت ما بحياتك عزت حدا، ربيتينا لوحدك، بنيت مستشفى لحالك، واجهت كل مصاعب بالحياة بدون ما تعوزي أي رجال. مزبوط، بس كل مرة بحاجة لرجال وكل رجال بحاجة لمرة، هيدي الطبيعة البشرية إلا بحالات استثنائية. ما حدا بيقدر يعيش لوحده بدون ما يحس بفراغ عاطفي أو بنقص كبير، ما في شي تاني بيقدر يعبيه أو بيعوض عنه. أنا تعبانة، رح أنزل أخد شاور ونام شوي قبل العشاء. شو؟
بشوفكن. هاي جان دارك. اهلا نانا. وين البروفيسور عنده عمليه؟ نو ظهر البروفيسور هلا؟ اي خلص معيده وحس شوي بوجع راس وفل. اوكي ثانك يو. إذا عبال كبيرة فيه بالبراد. مرسي. مش جاي لهون لأشرب بيرة. شو جاي تعملي لك؟ مش عأساس صرنا أصحاب؟ ليه عم تهرب مني؟ من قلة الأصحاب اللي عندي؟ شو بدك فيه؟ ما بدك نكون أصحاب؟ ما بقدر نكون أصحاب. عم جرب أبعد عنك أكبر مسافة ممكنة. ليش رجعتي تعيدي هون؟ مش سامعة بهواي؟ بتشاد؟ بجبال القلب مثلا؟ بلا، بس رجعت خصوصي تشوفك. ليه بدك تشوفيني؟ كرمال شو؟ ليه مصرة تأذيني نانا؟ عم بأذيك؟ ايه عم تأذيني! عم تأذيني! سوري بوعدك ما بقى اذيك.
نديم ما عنده مشكلة أبدا، بالعكس تقبل الفكرة لأنه أنت بالذات. بس نانا ما تقبلت الفكرة لأنه عندها مشكلة مع رجال بالمطلق. أنا خايف كتير عليها، هيك عم بتدمر حالها. خسرت أحمد، واللي بيقهر أنه عم تبكي عليه. أنا مأكدة إنها بتحبه بس ما بدها تعترف، مدري من شو خايفة. عم تحمي حالها من الأذى لأنه أهم اثنين بحياتها تدمروا. ما عاد عندها ثقة برجال، وبعتقد إنه خايفة تسلم مشاعرها لأحمد. ما بعرف شو بدي أعمل تساعده، أحمد كان أملي الوحيد. من خوفه إنه يدمرها دمرته. معك حق، بس نانا ما لازم تخسر أحمد أبداً. طب شو بعمل؟ بقول له تحمل من نانا قلة الاحترام والذل والإهانة لأنه أنت أملها الوحيد؟ لا طبعاً لا، أنا بقول له اشتقت لك حبيبتي. وأنا كمان. مش جاي الليلة تسلم على ديم ونانا؟ بلا طبعاً أكيد حكون، بس أنا ما بقى فيه يكون معك وضل بعيد عنك. وين بدنا نعيش لما نتجوز؟ بسيطة، يوم عندك ويوم عندي. عن جد؟ ايه، لأنه أنا ما فيي أبعد عن المستشفى وأنت ما فيك تبعد عن شغلك. بشغل ولا بدون شغل غدا، نحن الاثنين ما فينا نبعد عن بعض. شو يعني؟ تجي أنت والولاد تسكنوا عندي؟ شو رأيك أخذ فيلا بين بيتي وبيتك؟ نحكي بهذا الموضوع بعدين على رواق. تشوف هلأ شو مشاريع نديم لأنه مش مفكر بالرجعة على لبنان، وأنا ما بدي أضغط عليه. تركي نديم علي، أنا بشوفه. في شي مشكلة مع جود تحلى؟ يلا تعال عطرتك أنت والولاد. كان في مرة من بعدي؟ لا والله، كان في رجال من بعدك. لك بلا سؤالة. وانت؟ كان في رجال من بعدي؟ لا، لما بدي يكون مع رجال ما بعرف ليه بس بحب كون معك. ليه أنا؟ ما بعرف لشو الأسئلة؟ تضيع وقت. أنا بتعرفي قد ايه بتكلفني هاللحظات؟ ليه ما منعيش اللحظة بدون ما نفكر ببعدين؟ يمكن هالشي هين بالنسبة لك. بعد ما طلعت مني؟ بعد ما طلعت منك. دي نقطة ضعفي، فيكي شي غريب عن شخصيتي. عم توجعيني نانا، عم نوجع بس تفلي. بليز فلي، ما بقى ترجعي. هيدي آخر مرة بقبل إنك توجعيني. بليز. حبيبي، شو قررت تعمل عن نوال؟ شرف كلارا، هلأ وقتها؟ شايفتيني مشغول؟ حبيبي بليز جاوبني. طالعين عند أمي مع الأولاد. ايه، وبركي جيهان عامل حسابها أن الأولاد يكونوا معها؟ ولا مرة قلت لها بدي الأولاد وقالت لي لا. ايه بس نوال بعد يومين وأنت بعد ما تحركت،
يعني يمكن هي مفتكرة أن الولاد رح يكونوا معها. صار الجمعة بلاك احكيها. هلا رح احكيها. هلا اتأخر الوقت. مالي جيهان ما بتنين بكير. منا بالبيت أكيد عم تلعب ورق عند أصحابها. وأنت ليش منرفز؟ إنه بدي أخلص من قصة نويل. حياتي أنا عم بصر لأنه إذا الأولاد مش معنا أهلي عاملين عشاء وأخواتي كلهم مجتمعين هونيك، يعني أنا بفضل نسهر معهم وتاني يوم نقضي نهار مع أهلك. رح أحكيها على السلولير. يي صار للجمعة بقول لك أحكيها، شو بيك دخلك هلا حس فرد حوصة؟ ما بدك تعرفي؟ رح أجاوبك. كمان ما عم ترد. نانا ليه عم تعملي هيك؟ انت عم تنتقمي من الشخص الغلط، من شخص بعقد، من فارس احلام كل بنت. رح تكوني مبسوطه معه ومحبوبه، واذا رح تضلي تصديه رح تخسريه، لتكون انتقمت من حالك. نانا احمد رجال بكل معنى الكلمه، رجال مثل عمو عادل. مش دايما بتلاقي هيك رجال بحياتك. هو بيحبك كتير، مش كل مرة بتنحب هالقد. انت محظوظة نانا، ما تخلي حقدك عباب ونبيل يحرمك من السعادة. اسمعي مني، شو تعبنا اليوم؟ مشينا كتير. كتير انبسطت انك تلفنتي لي، صلنا كتير ما شفنا بعض. الله وكيلك، مضيتها بين بوستن عن جان وايطاليا عند اني. جوزك عم بيروح معك؟ اوقات بيزمط حسب شغله. وانت يا محتالي شو اخبارك؟ عادي روتين، ما في شي عظيم. بلعب ورق شي 3 مرات بالجمعة وهيك. الجروب ذاته؟ most of the time الأولاد ودرسهم والأكتيفيتيز تبعهم، مشاريع ما بتخلص. ايه وبخصوص الغراميات فيك تقولي من بعيد لبعيد. بتعرفي أول ما بيعرفوا أنا مطلقة ببلشوا يحوموا. ايه بس مش حيالله مرة مطلقة، جمال ومال. ميرسي حبيبتي. ايه وسمير عم تشوفيه؟ هلأ افهمت كل هالمقدمة لتوصلي لهيدا السؤال. وحياتك مش حشرية، بس بحبكم تنيناتكم. بعد ما تجوز ما عدت شفته، بس أكيد بنحكي أوبر ذا فون كرمال الولاد وأي شي بخصه. بيناتنا أنت هبلة، سهلتي له إياها كتير، ولا مرة بتعمل مثلك. وليلى اتمسك فيه إذا هو بحب مرة تانية. ما تقنعيني إنه بحبها، كانت كلها سوا قدامه وتركها ليرجع لك. هيدا كان غير وقت وغير زمن. بلا ما نحكي بهيدا الموضوع، ما إله طعمة هلا. اتجوز والله يوفقه. ندمانة؟ عشو؟ ما بعرف. ندمانة عشي؟ لا ما بندم عشي. المكتوب بده يصير، وأنا وسمير مش قدرنا نكون لبعض. بونجور بونجور بونجور. هلا قوم. بونجور. شو عم تعملي انت هون؟ جايبت لك الكافيه. شو هالنخوه؟ شفت انا شو نايس؟ ايه بس ما في كادو قبل ليله نوال. بليز نادين، مش انا اختك وبحبك. ما بقى فيكي تنطري ولا نهار ولا ليلة؟ شو لها معنى النطرة؟ يمكن موت بعد ساعة وما عارف شو جبتلي. سكتي جود، ما
ما تجيبي سيرة الموت. مين بيعرف أي ساعة منموت؟ عحساب اندشتي. ما هيئت وسام أثر عليك مثل ما ماما مفكرة. شو خصه وسام؟ كل شي منيح فيه الفاضل فيه لوسام؟ بطلت بدي أعرف شو جايب لك هدو. تعال تعال تعال. الله يساعدني عليك. افتح الكومود. واو! شوباغ؟ آخر موديل. Thank you brother. رح روح عند نانا، بعرف أنا جايبت لي آيباد. مصلحجية. ريبال مجد كيفك بابا؟ منيح. شو شايفك لابس ومجهز حالك لوين رايح؟ يا رايح عند رفقتي بعد شوي. اخذ قرارك وخالص. صار بدي اخذ موعد منك لحتى اشوفك. شو بعمل داد؟ اذا لما بتكون انت فاضي بكون نحن عندنا بلانز. يا اخي للوش شو كنت عم تعمل؟ خلصت ليفل 12 من اللعبة. برافو، مبروك. خير داد في شيء؟ بابا أنا طلبتكم لحتى أقعد معكم. في موضوع بيهمني وبيهمكم. أنتوا صرتوا شباب وصار لازم شارككم بكل شيء عم بيصير معي. في شوية تغيير رح بيصير بحياتنا. كيف يعني؟ في شخص جديد رح يدخل حياتنا. ما فهمت. هات لنشوف مين فيكن رح يحزر قبل التاني. بدك تتجوز؟ شو رح يتجوز؟ أنا بقول شريت لك قلب. رح اشتري لك اللي بدك اياه تكرم عينك. بس ريبال هو اللي حزر. بدك تتجوز ما هيك؟ رح تتجوز غير مام؟ بابا حبيبي هيدا الشيء ما بينزل من قيمة أمك ولا بيغير من قيمتها بحياتنا. مين؟ نعرفها؟ بتعرفوها وبتحبوها كثير. بس نحن ما بنعرف ومنحب غير طنط غادة. ايه؟ مش سهل امشي بنسى كل شي لحظه.
فاطم حبي وحنان، ما في بكرة فكر بالفكرة إني وحدي ما في أمان. شو خاف ما لاقي حدا يسأل عني بعد وحنان، ما في بكرة فكر بالفكرة إني وحدي.